مستشفى شفا الأورمان ده اللي أوت بتاعها المستشفيتين الكبار والأطفال. الأقصر حقيقة الأمر ما عندهاش، ما فيش مراكز أورام في المنطقة خالص. الناس كانوا هنا هو سواء في الأقصر أو في المناطق المحيطة كانوا بيعملوا رحلة للقاهرة من 15 ل 20 ساعة في القطر عشان يوصلوا للقاهرة فقط. وفي المستشفيات الموجودة هنا هو برضك ما عندهاش التجهيزات الكبيرة اللي تساعد في علاج الأورام. احنا في المستشفى حقيقة عندنا بنشتغل على 4 محاور. المحور الأول اللي هو الخدمة الطبية، نقدم خدمة طبية متميزة. المحور الثاني التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في المستشفى. المحور الثالث البحث العلمي، واخيرا التوعيه والكشف المبكر. الساعه بتاعه المستشفى عندنا وحده علاج اليوم الواحد اللي هو المريض بيجي ياخد فيها جلسه العلاج الكيميائي من ساعتين لغايه 12 ساعه على حسب كل حاله. عندنا 100 كرسي في مستشفى الكبار، عندنا 25 سرير رعايه مركزه، عندنا في القسم الداخلي 125 سرير، والعيادات الخارجية 25. 42% من الحالات من الأقصر، أكتر من 500,000 زيارة عيادة خارجية. عندنا في الخدمات التشخيص الأشعة التشخيصية 170 ألف حالة. كل خدمات المستشفى هنا حضرتك تماما مجانا، مفيش أي حاجة بتدفع من خلال المريض. أخذنا الأيزو في 3 شهادات، وعملنا التسجيل مع هيئة الاعتماد والرقابة، وأخذنا شهادة الاعتماد والرقابة النهائية. أخذنا شهادة إن أول مستشفى خضراء. بنحاول نوفر حاجات للمستشفى، فجهاز الفرم والتعقيم ده هو قدر يوفر لنا تقريبا 4.5 مليون جنيه في السنة. عملنا طاقة شمسية بتوفر 11.5% من تكلفة المستشفى، من تكلفة الكهرباء. ونشكر حضرتك جدا على الزيارة الجميلة ده. هي الزيارة ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. دلوقتي احنا هنزور اول اوضه في القسم الداخلي اللي هي اوضه علاج اليوم الواحد. احنا الاطفال بنعالجهم ببروتوكولات، بعض البروتوكولات بتقتضي الحجز، وبعض البروتوكولات بتقتضي اخذ جرعه يوم واحد كل ساعه لمده ساعتين مثلا او 3 ساعات. صباح الخير، ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ بلال محمد محسن كان عنده سرطان في الغدد الليمفاويه، والحمد لله في المراحل النهائيه من العلاج، ربنا كرمه بالشفاء الحمد لله. الله يخليك، ربنا يشفيها ويعافيها ويطمن عليها بكل خير. يديك الصحه. سرطان في العظم، وعمل العمليه بتاعته. احنا حضرتك بنعمل هنا عمليات متخصصه في سرطان العظم، والحمد لله مستجيب على العلاج ودنيته ماشيه كويس ان شاء الله. يبقى زي الفل باذن الله، الف سلامه، ربنا يطمنا عليهم جميعا. الحمد لله سرطان الاطفال حضرتك نسب الاستجابه بتاعته للعلاج ممتاز، توصل لغايه 80%. احنا حضرتك هنا بنتبع بروتوكولات العلاج العالميه الاوروبيه والامريكيه، وبنعمل تقييم للحاله في الاول، شامل تحاليل جينات وكروموزومات وكل الحاجات ده، عشان احنا بنفصل الخطه العلاجيه بما يتناسب مع كل طفل. يعني كل طفل بياخد علاج مختلف عن الاخر بما يتناسب مع ظروفه او مرحله المرض او الكلام ده. والله يا فندم هو احنا عشان هنا مستشفى سرطان فبنشوف حالات كتيره، لكن هو سعادتك نسبنا في مصر زي النسب العالميه، يعني النسبه في العالم 140 طفل لكل مليون المليون طفل، احنا في مصر 135 طفل لكل مليون طفل. يعني تعتبر نسبه عاديه. نفس النسبه. مسألة التأهيل والعلاج الطبيعي للحالات بعد الإصابة بالأورام وبعد العلاجات نفسها الكيماوي أو كده، أنها بيبقى لها تأثير طبعا على القدرات الحركية أو قوة العضلات، الالتزام بتاع الحالات سواء كبار أو أطفال.
ان شاء الله يبقوا كويسين وزي الفل، نطمن عليهم جميعا ونشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. الاجهزه اللي بنستخدمها بتديهم طبعا زي ما حضرتك شايفه انطباع اكبر ان هم بيلعبوا. الحاجات دي المفروض ان حاجات اللعب الصغننه دي بتحقق لي السكيلد فانكشن اللي هي الحاجات الوظيفيه البسيطه بتاعت الهاند فانكشن. كل خير.